السؤال اللي كل الجيمرز أو اللاعبين العرب ودهم يعرفوا جوابه، شو هي أكتر لعبة يلعبوها العرب؟ ببجي موبايل، ماينكرافت، فورتنايت، فري فاير، في عدة خيارات موجودة. بهالفيديو رح أجاوب على هالسؤال. مو بس أكتر لعبة بيلعبوها العرب، لا بل أكتر 10 ألعاب أونلاين بيلعبوها العرب حالياً. وعرفت الألعاب وترتيبهم من 3 مصادر. أولاً سويت تصويت نشرته على الكوميونيتي على اليوتيوب عندي وصوت فيه فوق 10,000 شخص. ثانياً من اليوتيوب نفسه سويت بحث جداً دقيق على مشاهدات الترند بجميع الدول العربية وشفت شو الألعاب اللي دائماً تكون بالمراتب الأولى. وثالثاً مشاهدات البث المباشر للألعاب على التويتش واليوتيوب ومنصات ثانية. فيعني تقريباً دقة المعلومات بهالفيديو اللي هي الألعاب وترتيبهم صحيحة بنسبة 90%، لأني سويت بحث جداً عميق وأخذ مني جهد ووقت جداً كبير. فيلا خلينا نبدأ. قبل أن نبدأ الفيديو بس حاب أذكر أنه هذا الفيديو داخل بجيفاوي على كرت شاشة RTX 3080، والسحب رح يكون بفيديو التوب 10 القادم. فإذا حاب تدخل بفرصة الفوز على الكرت، كل عليك تسويه ادعم الفيديو بزر اللايك، اشترك في القناة واترك أي تعليق مع وسيلة التواصل معك. وفي جيفاوي ثاني مقدم من لينوفو ليجن على أقوى موبايل جيمينج موجود بالعالم اللي هو ليجن دول 2، وشروط الفوز فيه جدا سهلة. شيك أول رابط موجود بالوصف، راح تلاقي موقع مجتمع ليجن للألعاب العربي. هذا الموقع مثل منتدى للاعبين العرب على البي سي، فينك تلاقي فيه آخر أخبار الألعاب، أو لو عندك سؤال أو تحتاج نصيحة كله فينك تسويه على الموقع. فإذا حاب تدخل بفرصة الفوز على الموبايل، ادخل على الموقع من اللينك الموجود بالوصف، وبعدين اضغط على كلمة التسجيل، سوي حساب، عبي بياناتك، ما راح تاخذ منك أكثر من دقيقة. بعد ما تسوي الحساب اضغط على تاني لينك موجود بوصف الفيديو، راح يحولك على سؤال أنا حطيته بالموقع، واللي هو شو أفضل جزء Call of Duty لعبته بحياتك. رد على السؤال مثل ما شايفين قدامكم حاليا، حتى لو ما تلعب Call of Duty عادي رد، وراح تدخل بفرصة الفوز على الموبايل. ويلا خلينا نبدأ بالفيديو. المرتبة العاشرة صراحة هي أكتر شيء تعبني بهالفيديو، لأنه كان في أكتر من لعبة وما كنت متأكد أي لعبة بيلعبوها العرب بشكل أكبر. الألعاب اللي كنت محتار بينهم هما روكت ليج، فالورانت، تي اس جو، ليج اوف ليجند، وغنشن امباكت. وبعد تحري وبحث جدا طويل وصلت أنه أكثر لعبة بيلعبوها العرب من بين هالألعاب هي لعبة روكت ليج. فبالمرتبة العاشرة عندنا لعبة روكت ليج. Midfield, he's under one. Ferry Peak carrying this to get up into the back wall. Scored, Killen scores. 0 seconds. Rocket League هي لعبة فكرتها غريبة بس نجحت بشكل جدا كبير وكانت جدا ممتعة. كل بساطة كرة القدم بس بدال بشر سيارات. ايه مثل ما سمعتوا، اظن لو اول مرة تسمع اللعبة راح تستغرب. هو عبارة عن كرة بالنص وفي مرمى على اليمين وعلى اليسار، وتلعب بسيارات ولازم تجيب هدف او جول على الخصم باستعمال سيارتك. اللعبة جدا بسيطة ونظام اللعب فيها جدا جدا ممتع، واللعبة انشهرت بشكل جدا كبير لانه اول ما نزلت كانت مجانية على البلاي ستيشن لاصحاب البلاي ستيشن بلس، وبعدين حاليا من سنة صارت مجانية بشكل كامل على البي سي، على البلاي ستيشن، وعلى الاكس بوكس. اللعبة صار لها 6 سنوات تقريبا، والى الان عدد جدا كبير من العرب بيلعبوها. عرفت هالشيء عن طريق التصويت يلي عملته وعن طريق اليوتيوب. تقريبا يوميا رح تلاقي فيديو واحد على الاقل بالترند العربي على اليوتيوب للالعاب للعبة روكت ليج. ولو كنت تلعب على البلاي ستيشن الفور او الفايف وضايف عدد جدا كبير من الناس، فاضمن لك 100% رح تلاقي على الأقل 1 أو 2 من أصحابك حالياً قاعد يلعب لعبة روكت ليج بشكل يومي. فأي لعبة روكت ليج هي بالمرتبة العاشرة من أكثر الألعاب اللي يلعبوها العرب لحد الآن. بالمرتبة التاسعة عنا لعبة Among Us. لعبة Among Us نزلت عام 2018، وأول ما نزلت ما حد سمع عنها، عدد جداً قليل من اليوتيوبر والناس كانوا يلعبوها. ولسبب مجهول السنة الماضية 2020 اللعبة انفجرت، صار
كل البشر يلعبوها، كل اليوتيوب سواء العربي او الاجنبي صار كلهم ينزلوا عليها فيديوهات بشكل يومي. ومجرد ما تكتب اسم اللعبة بالعربي على اليوتيوب Among Us فراح تلاقي مشاهدات معظم الفيديوهات بالملايين. اظن معظمكم يعرف اللعبة او شفت لها فيديو او على الاقل شفت الميمز اللي منتشر عن اللعبة. بس اذا كنت عايش بكهف اخر سنة وما تعرف شو هي Among Us، ففكرة اللعبة بكل بساطة انه رائدين فضاء بسفينة فضائية لازم يصلحوا السفينة عشان تضل شغالة، بس في بينهم واحد قاتل. هذا القاتل مهمته انه كل شوي يقتل واحد ويهرب ويسوي نفسه بريء. بعدين اللاعبين بس يشوفوا انه في واحد ميت بيسووا اجتماع وكل واحد بيصير يرمي التهمة على الثاني، وبعدين بيصوتوا على واحد انه هو القاتل. لو فعلا كان هو القاتل راح يفوزوا، لو ما كان هو القاتل فراح يضل القاتل موجود ويضل يقتل فيهم. تعال خالد تعال انا اوريك، ها خبز ومشي باي. طلعت عند الكافيتيريا لقيت جثة سودة في نص الكافيتيريا. بالمختصر إذا تعرف تكذب راح تفوز بهاللعبة. فاللعبة فكرتها جدا بسيطة بس ممتعة بشكل جدا كبير، بالذات إذا عم تلعبها مع أصحابك. بس حاليا شهرة اللعبة خفت بشكل كبير لو بتقارنها مع السنة الماضية، بس الشهرة الكبيرة اللي تعرضت لها اللعبة خلتها تكون بالمركز التاسع من أكثر الألعاب اللي لعبوها العرب. بالمرتبة الثامنة عنا لعبة روبلوكس. هاي اللعبة وضعها غريب نوعا ما. ممكن حاليا معظمكم عم بيقول بشار انا بعمري ما لعبت هاللعبه، وحتى انا بعمري ما لعبت روبلوكس، بس كيف او ليش حاطها بالمرتبه الثامنه من اكثر الالعاب اللي لعبوها العرب؟ والسبب بكل بساطه هو ان عدد جدا كبير او ضخم من الاطفال بيلعب هاللعبه وبيشوفها على اليوتيوب، سواء ان الاطفال الاجانب او العرب. بكل بساطه اكتب روبلوكس بالعربي على اليوتيوب وراح تلاقي فيديوهات بمشاهدات جدا عاليه، بس من صوره وعنوان الفيديو راح تعرف انه كل هالفيديوهات موجهة للاطفال. وحتى معظم القنوات العربية اللي تغطي هاللعبة تلاقي صاحب القناة نفسه اطفال، معظمهم بنات صغار او قنوات عائلية. بس طبعا مو كلهم، في ناس كبار عادي بيلعبوا اللعبة. اللعبة الحلو فيها انه عندك حرية مطلقة، فينك تصنع اي شيء جوا اللعب. ففي ناس فعليا بيبدعوا باللعبة وبيسووا منها اشياء رهيبة، بس الاغلبية اللي بيلعبوها هم الاطفال. فصحيح انه معظمكم ممكن ما لعب اللعبة، بس لو بتشيك على الترند العربي على اليوتيوب يوميا راح تلاقي روبلوكس دائما موجودة. ففي كثير من الأطفال العرب خلينا نقول عم يلعبوا روبلوكس أو شوفوا محتواها على اليوتيوب، وبالتالي هذا الشيء بيخليها بالمركز الثامن من أكثر الألعاب اللي بيلعبوها العرب. بالمرتبة السابعة عنا لعبة Call of Duty. لو سويت نفس هالفيديو من 5 سنوات تقريبا فلعبة Call of Duty راح تكون بالمركز الأول بدون أي منازع. لعبة Call of Duty حاليا بالوقت الحالي مشهورة وفي عدد جدا كبير من العرب بيلعبها، بس مو نفس شهرتها من زمان. يعني حاليا بالذات بين اللاعبين العرب في كتير ألعاب مشهورة أكثر من Call of Duty. طبعا أنا مو محدد جزء Call of Duty معين، لأنه حاليا في أكثر من جزء Call of Duty وكلهم شغالين ونشيطين بنفس الوقت. يعني مثلا عنا لعبة Call of Duty موبايل مع Call of Duty Warzone الباتل رويال، مع آخر جزء اللي هو Call of Duty Black Ops Cold War، وفي الجزء قبل الأخير Call of Duty Modern Warfare واللي يعتبر فيه أكبر عدد من اللاعبين العرب حاليا. وفي جزء نزل من 6 سنوات اللي هو Black Ops 3، وإلى الآن العرب بيلعبوا طور الزومبي اللي فيه. فيعني عنا حاليا 5 أجزاء Call of Duty وكلهم شغالين وفيهم لاعبين نشيطين دائما. الحين صحيح إنه تواجد اللعبة على الترند اليوتيوب أو التويتش قليل، يعني حاليا نادر تشوف فيديو لكول اوف ديوتي داخل بالترند العربي، بس لو بتجمع لاعبين كول اوف ديوتي موبايل مع لاعبين كول اوف ديوتي وورزون مع البلاك اوبس كولد وور مع اللي بيلعبوا زومبي بالجزء القديم بلاك اوبس 3 ومع مودر وورفير اللي مثل ما قلت لكم في اكبر عدد من اللاعبين العرب، لو تجمعهم على بعض فهذا الشيء رح يخلي لعبه كول اوف ديوتي بالمركز السابع من اكثر الالعاب اللي بيلعبوها العرب بالتاريخ. بالمرتبه السادسه عندنا لعبه جراند ثيفت اوتو المعروفه بجي تي اي او حرامي السيارات.
لعبة GTA مو بس مشهورة عند العرب، لا بل تعتبر من أشهر الألعاب بالعالم. وما رح أشرح شو هي اللعبة لأن مستحيل حد منكم ما سمع باللعبة قبل كذا. آخر جزء للعبة يلي هو GTA V نزل عام 2013 على البلايستيشن 3، واللعبة إلى الآن مستمرة بعام 2021 وراح تنزل نسخة على البلايستيشن 5. طيب حاليا خلنا نتكلم ليش اللعبة جدا مشهورة عند العرب. اللعبة مشهورة بين العرب من زمان، من أيام البلايستيشن 2 على ايام لعبة GTA San Andreas. اظن معظمكم كان يلعبها وكلكم كان عندكم الورقة اللي كاتبين فيها كلمات السر اللي باللعبة، ومن كثر شهرتها صرنا نشوف نسخ خاصة للعرب، نسخ مقرصنة نفس GTA باب الحارة مثلا. فكان شبه مؤكد انه بس ينزل جزء جديد راح ينشهر بكل العالم وعند العرب كمان. وفعلا نزلت اللعبة عام 2013 وانشهرت بشكل جدا كبير بالعالم وعند العرب مدة سنة سنتين ثلاث سنوات تقريبا. بعدين خلاص الناس ختموا القصة، عملوا كل شيء بالأونلاين وما ظل في شيء جديد، فشفنا الناس بدأوا يسحبوا ويتركوا اللعبة. وهالكلام استمر تقريبا 3 سنوات، كان نادرا ما تشوف ناس عم يلعبوا اللعبة أو يعملوا عنها فيديوهات على اليوتيوب. بعدين بعام 2019 رجعت اللعبة بشكل جدا قوي على اليوتيوب، وبالذات اليوتيوب العربي بسبب المودات. المودات موجودة باللعبة من زمان بس مدري العرب اكتشفوها بعام 2019 أو شيء، فصار في شيء اسمه جراند الحياة الواقعية اللي هو مود باللعبة شبيه للحياة الواقعية، والناس صاروا يحبوا يعملوا جواته مثل قصص قصيرة وغيرها. السلام الرحمة على الله قادر فهد. هلا حياك الله. ممي يا هلا مرحبا، تفضل معنا لهند. وين؟ تفضل معنا سيارة. توي أنا واصل، توي واصل مدينة يا أبو. ما علي بس تفضل معي حاليا. طيب ابشر. وصار في كتير مودات تخليك تتحكم باللعبة عكيفك، ومن وقتها الى الان ولعبة GTA ضاربة باليوتيوب، بالذات باليوتيوب العربي. لازم دائما تشوف فيديو او اثنين على الاقل للعبة GTA داخلين للترند العربي على اليوتيوب، ومشاهدات اللعبة على تويتش للعرب جدا عالية. بالمرتبة الخامسة عنا لعبة كرة القدم المشهورة فيفا. اظن واضح ليش فيفا بالمرتبة الخامسة، لانه لعبة كرة القدم هي أشهر رياضة عالمية وأشهر رياضة عند العرب، فبالمنطق لعبة فيفا لعبة كرة القدم رح تكون من أكثر الألعاب المشهورة عند العرب. طبعا لعبة فيفا ما كانت دائما مشهورة من زمان، قبل 2011-2010 كان في ألعاب كرة قدم منافسة بشكل جدا قوي لفيفا، نفس لعبة بيس أو وينينج 11. بس حاليا آخر 10 سنوات لعبة فيفا هي أشهر لعبة كرة قدم موجودة بالعالم حاليا. وبكل صراحة في احتمال جدا كبير انه لعبة فيفا هي بالمرتبة الاولى، هي اكتر لعبة بيلعبوها العرب بالعالم، لانه في عدد جدا كبير من العرب ما لهم جيمرز، ما لهم مهتمين بالالعاب ولا اي شيء، بس تلاقيهم بيلعبوا فيفا دائما. تروح على مقاهي الانترنت دائما تلاقي ناس قاعدين ويلعبوا فيفا. بس ما اقدر احطها بالمرتبة الاولى بهالفيديو لانه ما عندي دليل، ما اقدر اروح على بيت واحد واحد او بلد بلد واشوف الناس شو قاعدين يلعبوا. انا هالفيديو سويته على اساس تصويت عملته وعلى اساس الترند اليوتيوب ومشاهدات البثوث المباشر على تويتش. فلو منشوف هذه الارقام راح نلاقي في كتير العاب متفوقة على فيفا بشكل جدا كبير من المشاهدات. فمثل ما قلت لكم لعبة فيفا في احتمال جدا كبير انها تستاهل المرتبة الاولى بهالفيديو، لانه في كتير ناس مو جيمرز بيلعبوها، بس ما اقدر اثبت هالشي. فبالنسبة للارقام على اليوتيوب وتويتش والتصويت اللي عملته، لعبة فيفا هي بالمرتبة الخامسة من أكثر الألعاب اللي بيلعبوها العرب. بالمرتبة الرابعة عنا لعبة فورتنايت. لو سويت نفس هالفيديو قبل سنتين، بس مو قبل 10 سنوات نفس كول اوف ديوتي، لا قبل سنتين، ففورتنايت رح تكون بالمركز الأول بدون أي منازع. لعبة فورتنايت هي السبب بانتشار وشهرة ألعاب الباتل رويال. طبعا هي مو أول لعبة باتل رويال، لا كان في قبلها ألعاب كثير نفس H1Z1 وحتى ببجي الأصلية اللي على البي سي. بس فورتنايت وقت نزلت طور باتل رويال بنهاية عام 2017 نجح بشكل جدا كبير، نجح وانتشر أكثر من أي لعبة باتل رويال ثانية، وكان على وقتها اليوتيوب العربي والعالمي وحتى تويتش كله فورتنايت، كل البشر قاعدين يلعبوا فورتنايت. وحتى أنا أظن معظمكم مفكر أني ما بلعب فورتنايت ولا لعبتها بحياتي، لا وقت نزلت اللعبة لعبتها سنة كاملة وكنت مدمن عليها بعدين طفشت منها. فالمهم النجاح الكبير والصاحق اللي سويته فورتنايت خلت باقي الشركات تعمل ألعاب باتل رويال، نفس كول اوف ديوتي عملوا الوارزون، اي اي عملوا ايبكس ليجند،
وشفنا ألعاب كتير نجحت كمان نفس فري فاير وحتى ببجي موبايل، وهذا السبب اللي خلى شهرة لعبة فورتنايت تقل عند العرب وبالعالم بشكل عام، لأنه حاليا صار في كتير ألعاب، فبالتالي زادت المنافسة بشكل جدا كبير. مع العلم أنه لعبة فورتنايت لسه مشهورة، كل ما أدخل الترند الجيمينج بالدول العربية لازم ألاقي فيديو أو اتنين للعبة فورتنايت موجودين، بس في ألعاب غيرها صارت أشهر منها بالذات عند العرب أو بالدول العربية. يعني لو سويت فيديو أشهر 10 ألعاب أونلاين بالعالم حاليا، ففورتنايت رح تكون بالمرتبة الثانية أو الأولى، بس عند العرب لا، في ألعاب أشهر منها. مع أن لعبة فورتنايت عملوا المستحيل عشان يخلوا لعبتهم بالصدارة، تحديثات دائما، ما خلوا سلسلة أفلام مشهورة إلا ما دخلوها باللعبة نفس أفلام مارفل ودي سي، ما خلوا فيلم مشهور، مسلسل، وحتى مغنيين إلا ودخلوهم باللعبة. بالمرتبة الثالثة عنا لعبة الباتل رويال الموجودة على الجوالات أو الموبايلات فقط، فري فاير. لعبة فري فاير هي لعبة باتل رويال شبيهة ببابجي وكول اوف ديوتي موبايل، بس موقفها غريب نوعا ما. اللعبة ما هي مشهورة برا بأمريكا وكندا ودول أوروبا وكذا، راح تلاقي عدد لاعبينها بهالدول جدا قليل. اللعبة مشهورة بالدول العربية أو بعض الدول العربية حتى، مو كلها، ومشهورة كتير بدول شرق آسيا نفس الهند وباكستان. الحين ممكن حد يقول طيب لكن ليش حطيتها بالمرتبة الثالثة؟ حطيتها بهالمرتبة لأنه هالفيديو عن أشهر الألعاب عند العرب، وفري فاير مشهورة بشكل جدا كبير بدول المغرب العربي اللي هم الجزائر، مغرب، تونس، وشوي بليبيا. إذا مو مصدقني افتح موبايلك، افتح اليوتيوب، روح على الإعدادات، خلي الدولة عندك أي دولة من دول المغرب، وبعدين ادخل على صفحة الترند الخاصة بالألعاب، رح تلاقيها 90% فيديوهات فري فاير ومشاهدات جدا عالية، بالنص مليون وحتى مليون أحيانا، وحتى مصر وحتى الأردن وعدة دول عربية تانية دائما رح تلاقي بالترند في فري فاير. فهذا بدل انه في عدد جدا كبير من لاعبين فري فاير بهالدول. ولو بتعد عدد السكان بدول المغرب اللي هم المغرب، الجزائر، تونس، وليبيا، راح تلاقيهم قريب 100 مليون. فواضح في عدد جدا كبير من اللاعبين العرب بيلعبوا فري فاير، وتستاهل تكون بالمرتبة الثالثة. بالمرتبة الثانية عنا لعبة ببجي موبايل. لعبة ببجي موبايل كمان لعبة باتل رويال، ومن اسمها موجودة على الموبايلات وشبيهة بفري فاير وكول اوف ديوتي موبايل. ووضع لعبة ببجي موبايل جدا شبيه بفري فاير، اللي هو انه اللعبة ما هي معروفة برا. لو بتروح امريكا، كندا، اوروبا، هالدول اللي فيها معظم الالعاب، راح تلاقي ما حد بيلعب ببجي موبايل او اعداد جدا قليلة. ولو لقيت ناس بيلعبوا ببجي فبيلعبوا النسخة الاصلية الموجودة على البي سي. وكمان نفس لعبة فري فاير، لعبة ببجي موبايل مشهورة بالدول العربية ودول شرق آسيا نفس الهند، باكستان وغيرها، مع أنه اللعبة منعت بالهند وبعدين عملوا نسخة خاصة للهند، بس هذا خارج موضوعنا. طيب بما أن وضع اللعبة جدا شبيه بفري فاير، لكن ليش فري فاير بالمرتبة الثالثة وببجي بالمرتبة الثانية؟ السبب بكل بساطة أنه لعبة ببجي موبايل مشهورة بكل الدول العربية بدون استثناء. عرفت هالشي من وراء التصويت اللي سويته، ومن وراء مشاهدات تويتش وترند اليوتيوب. حرفياً حط ترند اليوتيوب لأي دولة عربية، راح تلاقي دائما في فيديو لببجي موبايل، اثنين أو ثلاثة على الأقل داخل بترند الألعاب بجميع الدول، مثل دول الخليج، دول بلاد الشام، العراق بالتحديد، مصر، وحتى دول المغرب. بينما لعبة فري فاير فجدا صعب تلاقي فيديو ترند للعبة بدول الخليج أو العراق أو بعد دول الشام، أو مثلا لعبة فورتنايت راح تلاقي ما عندها شعبية أبدا برا دول الخليج، على عكس ببجي موبايل بجميع الدول العربية راح تلاقي في ناس بيلعبوها، راح تلاقي فيديوهات ترند، راح تلاقي مشاهدات. دائما ببجي موبايل إلها شعبية، طبعا مع وجود التفاوت، يعني بالعراق راح تلاقيها جدا مشهورة بشكل جدا كبير هي وبلاد الشام، بدول المغرب فري فاير متفوق عليها شوي، بس بيظل إلها تواجد بكل مكان. فلعبة ببجي موبايل هي ثاني أكثر لعبة بيلعبوها العرب. بالمرتبة الأولى عنا لعبة ماينكرافت. لعبة ماينكرافت مشهورة بكل بقاع الأرض، على عكس فري فاير وببجي موبايل مشهورين فقط عند العرب ودول شرق آسيا، أو مثلا فورتنايت أكتر شيء تلاقوها بدول الخليج. لا، ماينكرافت
بكل مكان، دول بالغرب، دول بآسيا، دول بالقطب الشمالي، وكمان دول عربية. أكثر لعبة صوتوا لها بالتصويت اللي عملته هي لعبة ماينكرافت، مشاهداتها على تويتش جدا عالية، وحول الترند عندك على اليوتيوب لأي دولة عربية، وادخل على قسم الجيمينج وراح تلاقي على الأقل نصف الفيديوهات للعبة ماينكرافت. ممكن حد يقول إنه وضع لعبة ماينكرافت نفس روبلوكس، إنه لعبة موجهة للأطفال عشان كذا مشهورة. هالكلام نوعا ما صحيح بس مو 100%. ماينكرافت بيلعبوها الصغار بشكل جدا كبير، وبيلعبوها كبار عدد جدا كبير كمان. يعني لعبة تحسها من برا انها موجهة للأطفال، بس لما تلعبها رح تعرف انه لا، موجهة لجميع الفئات العمرية، والكل فينا يستمتع بماينكرافت. واظن هذا هو السبب الرئيسي لشهرتها الكبيرة، لانه الأطفال اللي عمرهم 5-6 سنوات رح يلعبوا ماينكرافت، المراهقين رح يلعبوها، وحتى الكبار رح يلعبوها ويستمتعوا فيها. وغير هيك اللعبة تحتاج ابداع وفيها كتير خيارات. يعني معظم الالعاب بهاللستة هي العاب باتل رويال، اللي هي انزل خد سلاح يا تقتل واحد يا تموت، بينما ماينكرافت في عندك كتير اشياء فينك تسويها باللعبة. فاي لعبة ماينكرافت تعتبر اكثر لعبة يلعبوها الناس حاليا بالعالم وعند العرب. فاي يا شباب، هالفيديو لليوم اتمنى يكون عجبكم. اتمنى بنهاية الفيديو لا تنسوا تعطوا الفيديو زر اللايك، وشاركونا بالتعليقات شو اكثر لعبة من هالالعاب تلعبها انت، او لو في لعبة ما ذكرتها بهالفيديو وتلعبها اتمنى كمان تكتبها بالتعليقات. وبس، كان معكم بشاركيال وشاركة كيش، كم ديهات ثاني ان شاء الله. مع السلامة.